بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 21 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين عبد الله بن حميد السالمي عليه رضوان الله تعالى، وما زلنا نشرح قواعد الكفر التي قال فيها الناظم في ذلك البيت: جهل حمية، كبر بعده حسد، قواعد الكفر فاحذر داءها العضلاء. إذن هذه هي قواعد الكفر، وقد ذكرنا الجهل وذكرنا الحمية وذكرنا الكبر، ثم ذكرنا بعده بعد الكبر ضده وهو التواضع، واليوم نذكر داء الحسد والعياذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الداء. إنه الداء العضال والسم القاتل، حزن لازم وحقد دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي، وهو ذنب عصي الله تعالى به، أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء حين إبليس حسد آدم فلم يسجد له، فالله تعالى أمره أن يسجد لآدم عليه السلام، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحسد خلق ذميم كما تعلمون، وإفساد للدين، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى من الاستعادة، أو أمر بالاستعادة منه، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا كان هذا الحسد بمثل هذا السوء وهذه العلاقة الدميمة، حيث يقع ما بين الأخ وأخيه والأب وابنه والأم وابنتها والأم وابنها، وبين الأقارب يتحاسدون، وبين الأصدقاء كل يحسد الآخر، فإذا هو داء عظيم. فما علاقته بأركان الإيمان؟ ما علاقة الحسد بأركان الإيمان؟ هل للحسد علاقة إذا كان ذلك ذنبه، وتلك هي أخلاقه، أخلاق الحاسدين، وتلك هي مصائبهم؟ فما علاقة الحسد بأركان الإيمان، وما هي مداخله في مباحث العقيدة الإسلامية؟ نعم، علاقة الحسد بأركان الإيمان لأن الحاسد لا يؤمن بما قضاه الله تعالى وقدره على الخلائق. فإذا الركيزة الهامة والعروة الوثقى التي ينبثق منها هذا الأمر هو من عدم الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق أرزاق العباد، خلق أعطياتهم، أعطى كل أحد من الناس ما أعطاه في هذه الحياة الدنيا بحسب علمه سبحانه وتعالى ما يصلح لكل إنسان. والله تعالى قسم الأرزاق وقدر كل شيء تقديرا، فقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يمكن تصور مفهوم القضاء والقدر دون إثبات علم الله عز وجل الأزلي الواسع المطلق، والإيمان بأن الله جل وعلا كتب جميع ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأدرك سبحانه وتعالى بمشيئته النافذة أنه لا يعجز وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون. فإذا هذه كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكلها تدخل ضمن أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفعال العباد معلومة له سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا الله تعالى وزع الأرزاق والأقوات على العباد، وإرادة إلهية نافذة ومشيئة عامة تنطلق من صفات العدل وتمام الملك والرحمة والإحسان والقدرة التامة والعلم المحيط والحكمة البالغة بما كان وما يكون وما ينفع الإنسان وما يصلحه. فالله تعالى مالك الملك، يهبه لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وفي ذلك حكمة. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وحقيقة الحسد هي تمني الحاسد زوال النعمة عن المحسود، أو كراهية الحاسد، أو كراهية وصول النعمة له. ولا شك أن ذلك ناتج في حقيقته على الاعتراض على أقدار الله تعالى الكونية وعلى أحكامه الشرعية، وعدم الرضا بقضائه وقدره، وعدم التسليم لقدره سبحانه وتعالى. وقد جرى مجرى الأمثال من قولهم: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد،
ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. فإذن هذه هي العلاقة بين أركان الإيمان وبين الحسد. والحاسد حين يحسد فهو ينكر حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره، وينكر أن أفعال الله سبحانه وتعالى منزهة عن النقائص والمعايب، بل هي في غاية الحسن والكمال. ومن فروع هذه المسألة توزيع الهبات والعطايا والمواهب والنعم على العباد، ولذلك جاء النكير على الحاسدين في عدة مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ الإنسان أعطاه الله تعالى تلك النعم، فلماذا يحسده الإنسان على ما أعطاه الله تعالى وعلى ما قدره له أزلا سبحانه وتعالى؟ قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فإذا الحسد داء مرتبط بالعقيدة، لأن الحاسد لا يرضى بما قضاه الله تعالى لغيره من النعم والهبات والعطايا، وكذلك لم يرضى بحكمة الله تعالى في تلك الأقدار. فقد يمنع الله سبحانه وتعالى خيرا عن إنسان لأنه يعلم أنه يضره، يمنع عنه الولد والمال ونحو ذلك، فالله تعالى عالم أن ذلك لا يصلحه فلذلك منعه عنه. فمن سلم لله تعالى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والله سبحانه وتعالى يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. انظر تكملة الآية: إنه عليم، عليم بما يصلح الإنسان وما يفسده أيضا، قدير لو أراد أن يعطيه الأموال الهائلة والأولاد الكثيرين، لكنه سبحانه وتعالى عليم قبل ذلك. فإذا على الإنسان أن يسلم لحكمة الله عز وجل في توزيع الأرزاق والأقدار. والذي لم يعط شيء في هذه الحياة الدنيا ويرى نفسه فقيرا جائعا فيسلم لله سبحانه وتعالى، فإن العطاء في الآخرة إن رضي بهذا الأمر ورضي بحكمة الله تعالى البالغة التي لا يتصورها الإنسان ولا يصل إليها بعقله القاصر، إن رضي بذلك فإن له يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وماذا تساوي هذه الابتلاءات والمصائب في هذا الزمن القصير والابتلاء والاختبار في هذه الحياة الدنيا أمام العطايا الجسام في الآخرة عندما ينالها ذلك الإنسان نتيجة صبره ورضائه ورضاه، نتيجة صبره ورضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وتقديره في هذه الحياة. ذلك هو، تلك هي الفلسفة الإسلامية في النظرة إلى عطايا الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يظلم ربك أحدا ولكنه عالم، فينبغي علينا بل يجب علينا أن نسلم لعلم الله سبحانه وتعالى المطلق. فالعبد لا يعلم، والله تعالى هو العالم المطلق لكل شيء، ولكن يعلم أنه يقينا لن يظلم في الآخرة، بل سيكون له الثواب الأعظم إن رضي في هذه الحياة الدنيا وسلم لله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نترك هذا الحسد، هذا الداء العضال. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله سبحانه لأنك لم ترض لي ما وهب. فإذا علينا أن نسلم، وأحيانا الله سبحانه وتعالى كما قلنا يمنع نعمة عن عبده لأنه يعلم الخير والشر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويذكر العلماء أن الحسد يضر الحاسد في الدنيا والدين، أما في الدنيا فواضح أنه يبيت في الهموم والغموم، ويبيت في المصائب والتفكيرات التي ترفع له الأمراض وتؤدي بارتفاع الضغط ونحو ذلك. وأما في الدين فواضح أنها كثيرة جدا تصده عن جنة عرضها السماوات والأرض، وتوصله إلى طريق إبليس الذي حسد آدم والذي عصى الله سبحانه وتعالى. وذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تعادوا نعم الله. فقيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن صحيح ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد.
قيل لمحمد بن سيرين أو قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار، والعياذ بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.